يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم كل حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده فرح وهنا وحب وكل حاجه حلوه. ايوه طيب، هم اصحابنا وحبايبنا، احنا جايين نوريهم ايه؟ احنا جايين نوريكم الفساتين اللي عملتها، اللي انا خيطتها، اللي عملتها. تمام، عملت الفستان بتاعي ده، وعملت الفستان بتاع مريومه، وحاولت ان انا ايه، عملت الفساتين من نفس الخامات، بس الموديلات اللي انتم شايفينها دي. طبعا البورتفيل الجميل دوت تحفه كده ورقيق وحلو وبنش الحقيقه. تمام، وجبنا برده الشوزات بتاعتنا الحلوه. تمام، طيب الناس بقى اللي بتحب الخياطه والتفصيل هوريكم حاجه ثانيه واحده. تعالي يا مريومه، بالنسبه للخامه اللي هي فتافيت الصبح، الخامه دي. تمام، ايوه ايوه، انت بتتعلمي خياطه؟ انت تبقي دكتوره بقى، انا ابقى بتعلم خياطه، ابقى بعلم خياطه وانت تبقي دكتوره، صح؟ طيب المهم، الخامه اللي هي فتافيت السكر دي. أيوة. تمام، بصوا لما تشتروها تجيبوا الخامه اللي فيها ليجن. ليجن؟ اه ايوه، اللي فيها ليجن، بحيث الخامه دي بتبقى يعني اغلى شويه، حاجه بسيطه بس بتبقى احلى، والخامه تقيله كده وجميله، وبتطلع معاكم الموديلات حلوه قوي، ما بتفزرش يعني مع الوقت، ولا الجليتر اللي فيها دوت بيقع. فلما تنقوا الخامه، نقوا الخامه اللي انا بقولكم عليها، لو حبيتوا تعملوا اي حاجه فتافيت السكر. تعالي يا مريم وري كده اصحابنا وحبايبنا كده الفستان الحلو بتاعك. الله اكبر. ايه رايك، فرحانه بالفستان؟ وايه رايكم بقى، قلنا ايه رايكم في الموديلات؟ والناس اللي بتحب الخياطه والتفصيل سامحوني على المراحل اللي انا مش بنزلها بالنسبه للقص والخياطه وكده، لان الفتره دي كده انا يعني مدهوشه شويه ومش قادره ان انا يعني اصور واعمل مونتاج وكده. وبعدين عايزاكم بقى تشجعوني ويعني ارفعوا الفيديو كده وارفعوا القناه على قد ما تقدروا، عشان برضو يبقى في حافز قوي كده ويحمسني ان انا اقدر ان انا اقدم. فهروح لكم ان شاء الله وهعمل لكم بقى ايه، صور كده وهنزلها لكم في فيديو. واي حد عايز يتعلم اي موديل يكتب لي في تعليق، وان شاء الله انا هصمم لكم اي حاجه انتم عايزينها. واي حد عايز يتعامل معايا بيجي يصمم عندي موديلات يكتب لي برضو في تعليق، وانا هكتب لكم رقم الواتس. تمام، اي حد عايزني اكتب له رقم الواتس يقدر ان شاء الله يتواصل معايا، وان شاء الله بقى هروح واتصور واديكم صور بقى وحطها في فيديو. واستنوني ان شاء الله فيديوهات جديده، واعملوا بقى لايك للفيديو، ولو تقدروا تشيروا خير وبركه، واتمنى الموديلات تكون عجبتكم. رحنا الفرح بقى وجينا، وبعد ما جينا طبعا انا حاولت اصور لكم الخامه عن قرب كده، لان لما شفت الفيديو حسيت ان الخامه باينه افتح فاتحه جدا، فبصور لكم كده عن قرب تشوفوا شكل الخامه جميله جدا. زي ما قلت لكم لما تشتروا الخامه دي لاي حد عايز يصمم فستان فتافيت السكر تجيبوا الخامه اللي يكون داخلها ليجن، بتبقى حلوه، خامه كده قويه وجميله، وكمان يعني ما تفزرش معاكم. الخامه فتافيت السكر دي في منها نوعيه كده يعني رخيصه شويه فبتفزر، خدوا بالكم لما تحبوا تفصلوا حاجه من الخامه دي، زي ما قلت لكم يكون داخلها ليجن. شكل الخامه عن قرب اهي جميله جدا جدا، ما شاء الله تحفه. استنوني ان شاء الله فيديوهات جديده، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.